ايوه يعني مش هو دول محصورين في كده، لا ما زال في حاجات ممكن تأثر علينا الآن. كإيه؟ أو لغيره كتلف كتبه. تلف كتبه، طبعا تلف الكتب برضو الآن بعد الطباعة ما بقاش يظهر، لكن ساعة ما كانت الطباعة مش معروفة وكان كل المكتبات اللي عند الإنسان يحتفظ فيها بنسخة مخطوطة، حتى بيعت النسخة الخطية بوزنها ذهبا عند بعض الأمراء، إنه كان يقول له مش ده كتاب الاختلاطين أهو، حطه في كفة وحط ذهب في كفة لحد ما يرجح الكتاب ويدي له هذا المبلغ. فكان وقت يختلف. وأيضا تلف الكتب، احنا قلنا قبل كده في المبحث اللي قبل هذا انه كان بيبقى له تأثير على الإسناد، لان اللي ضاع منه من مسند احمد الجزء الاول هو كان كاتب سنده عليه، لما جه القطيع يحدث منه قالوا له ده انت جددت او استدركت القطعة اللي ضاعت منك من كتاب مش مكتوب عليه سماعك، فيبقى سماعك فيه كلام. فكانت تلف الكتب له تأثير على مسألة الحفظ ومسألة الاختلاط. قال والاعتماد على حفظه. أيوة. طب إيه بقى الحكم؟ قال فيقبل ما روي عنهم مما حدثوا به قبل الاختلاط، ولا يقبل ما حدثوا به بعده أو شك فيه أو شك فيه أو شك فيه. طيب فحكم المختلط إذن أو حكم الاختلاط في الراوي إنه ما عرفنا إنه هو أخذ عنه قبل الاختلاط فهو يكون فيه ثقة، لأن إحنا داخلين على مبحث المختلطين من الثقات، وسيدخل في الثقات أو يلحق به الصدوق، وإحنا اتكلمنا في كتب الثقات قبل كده وقلنا إنه ليس كل من فيها يحمل هذا اللقب، ربما يحمل إنه صدوق أو لا بأس به، وأنه يعتبر درجة من درجات الحجية وإن لم يكن بهذا القيد اللي هو السي الثاء والقاف والتاء. فهذا يقبل ما حدثوا به أو ما سمع عنهم، مش لازم اللي حدثوا به أو قرئ عليهم بطرق التحمل قبل الاختلاط، ويرد ما سمع منهم أو تلقي عنهم بعد الاختلاط في الاختلاط فما بعده، في حالة الاختلاط، لأنه منهم من العقلاء من كان إذا وجد الشخص خلط لا كما سيأتي في تراجمهم لا يسمع منهم، ومنهم من كان يسمع ويقول لك أنا يعني أخذ إجازة أو شيء واعتمد عليها. فمن نقد العلماء تمييزهم لهذا، فنعرف المقبول من المردود، وكلمة المقبول تشمل الصحيح والحسن على أساس أنه المقصود بالقبول هنا الحجية، المردود ما كان بعد الاختلاط. طب كيف نعرف هذا؟ قال هذا يعرف بأمرين. الأمر الأول التلاميذ الذين رووا عن الشخص، الأمر الثاني التواريخ، إنه هو في سنة 350 أتيت فلان فوجدت كذا، فيبقى هو مات بعد كده بكام، مثلا بخمس سنين أو بسنتين أو بثلاثة، يبقى الثلاثة دول كانوا كلهم اختلاط، زي ما اتفقنا إنه الاختلاط ما بيرجعش صاحبه تاني للتذكر في الأصل، من النادر أن يقولوا تمتن بآخره، نادرة دي مش كتيرة، فالأمور مبنية على الأصل. فلو قالوا تمتن بآخره والرجل يتعالج ورجع له تاني ذاكرته، نعوز نجري عليه تاني اختبارات نعرف انه هو فعلا جمع ولا لا. فيبقى الحكم المختلط انه يضعف
ما رواه أو ما روي عنه حالة الاختلاط ويصحح ما روي عنه قبل الاختلاط، ونميز بين الاثنين بحاجتين، بالتلاميذ وبالتواريخ. التواريخ تشمل تعم، أما بالتلاميذ واحد واحد واحد. الدقة الموجودة هنا في المبحث ده إنه أحياناً الراوي الواحد يكون له كمية من الأحاديث سمعها من العالم في حالة سلامة عقله فيكون صحيح الحديث فيها، وبعض الأحاديث للشخص نفسه تكون ضعيفة لأنه سمعها منه في حالة الاختلاط. ودي ثبتت عن واحد هنا اللي سمع منه نفسه اللي هو شعبة، قال إن كل أحاديثي عنه هو بنفسه بقى سمعتها منه في حال صحتي إلا حديثين سمعتهما منه بأخرة. فأصبح شعبة المؤسف بقى أن تحديد الحديثين دول فيه معمعة عندما تأتي سنتكلم عليها. هن هو قال اثنين، طب يا عم يهديك ربنا قوله، قال لك لا. طب حتى يعني الدين قال هم أولا عن فلان عن فلان عن فلان، قال الطريق لكن ما قالش الحديث. فاللي بحثوا بحثوا بالطريق ده لقوا لغاية الوقت اللي أنا قاعد معاكم فيه ده حديث حسب الحواسب، ما عدا حسب الحواسب بتاع الدكتور أسامة ولا الشيخ صبري ولا أخواننا اللي هم اللي لهم حرفنا ولا الدكتور أسامة كذلك، أسامة القاهرة، أما الشيخ أسامة فهو أسامة العالم. آه إحنا نعتز يعني به هكذا ولا نزكي على الله أحد، ما فيش إلا هو حديث واحد. الثاني لا، كل القدام يقولوا إن شعبة سمع كل روايته إلا حديثين. طب قول يا عم الحديثين دول، يقول لك لا مش قايل. واحد بقى راح جايب السند ده ولقي حديث، الثاني الله أعلم به حتى الآن. تفضل يا مولانا. قال ولا يقبل ما حدثوا به بعده أو شك فيه. أشك الشك ده موجود وهنمثله. واحد سمع ونقول له طب أنت سمعت قبل ولا بعد؟ يقول مانيش عارف، مفيش قرينة مفيش قرينة. يقول لك اللي يحصل له كده زي أبو عوانة في روايته عن عطاء بن السائب، يبقى احنا إذا لم يتميز نحكم بضعف الكل احتياطا في أمر الدين، نعتبر أن الكل ضعيف ونبحث عما يقويه، أما هو بمفرده فللاحتياط حتى لا ندخل في أمر الدين ما ليس منه أننا نترك من لم يتميز. وطبعا لحد ما احنا قاعدين اهو دلوقتي الشيخ ابن حجر رحمة الله عليه لما تكلم عن أبو إسحاق السبيعي عن الجريري سعيد بن إياس الجريري أو الجريري، أنا ليس عندي ضبط فيها لكن يبدو أن هي بالفتح، من اللي رووا عنه إسماعيل لا خالد الواسطي، فالحافظ ابن حجر قال هو خالد بن عبد الله الواسطي، قال هو البخاري رواله، بس أنا حتى الآن لم أستطع أن أحدد إن خالد ده روى عن الجريري قبل الاختلاط أو بعده. وكتب هذا الحافظ في الهدي اللي هو مقدمة فتح الباري وفي الحديث نفسه اللي هو البخاري أخرجه من طريق خالد بن عبد الله الواسطي عن سعيد بن إياس الجريري. قال والله أنا كده مانيش عارف. هنخش بقى طب كده يبقى الضعيف دخل في الصحيحين؟ قال لا لسه
هنكمل الموضوع بعد شوي. لكن الشاهد انه تحديد البعدية والقبلية امر بيحتاج الى بحث، ولا بد فيه من دليل حتى لا نبني الامر على خلافه. رقم خاص، ما اعرفش الناس بتهددنا ليه. نسكت في اللي حضرتك، احسن يكون هو في العادة الشيخ بيعمل لنا كده. نعم، احنا في درس، الله يعافيك، بعد شوية اتصل لو تسمع. اعمل له البطاطس دي والنبات. نعم اتفضل يا سيدي. قال: ويعرف ذلك باعتبار الرواة عنهم. باعتباره يعني بالنظر فيهم وتمييزهم، مبحث الاعتبار كما ذكر رغبة في الاعتبار، صبرك أي نظرك في المرويات وفرزها بحيث تعرف المقبول من غيره، هذه معنى يعتبر به. فمنهم عطاء بن السائب. عفوا، احنا نريد أن نضيف بعد الاعتبار الرواة عنهم، نريد أن نضيف بحسب التفصيل اللي جاي أو بما يوقف عليه من تواريخ متعلقة بذلك، دي مفروض أن تضاف، لأن هذه التواريخ بتدخل أكتر من واحد. يقول لك كل ما حدث به سنة 50 في البصرة فهو في الاختلاط أو ما نقل عنه، فالتواريخ تكون عامة تشمل كل من تشمله هذه المرحلة، أما التلاميذ المخصوصين دول فبيكون كل واحد بنفسه فقط. هذا الفرق بين تحديد الاختلاط بالتواريخ وتحديده بالتلاميذ. فالتحديد بالتلاميذ فردي، والتحديث بالتواريخ ممكن أن يشمل أكثر من واحد. وعندما تقرأ في التراجم تجدهم يطبقوا الأمرين. طب يا أستاذنا، تفضل. الاعتبار، النظر في التواريخ أليس أداة من أدوات الاعتبار ولا ينص عليه؟ لا، هو من أداة الاعتبار، لكن هو لما قيد بأنه باعتبار الرواة عنهم فقيد الاعتبار بالرواة مش بالزمن. عظيم. نعم. الاعتبار بالرواة فردي. نعم. الاعتبار بالزمن عام. فلازم يدخل هنا حتى يتطابق مع الرواة. قال: فمنهم عطاء بن السائب. ايوه، عطاء بن السائب ده. ابو السائب الثقفي الكوفي اختلط في اخر عمره فاحتجوا برواية الاكابر عنه كالثوري وشعبة. ايوه، فهم بقى ميزهم بالرواة. الراوي هو عطاء بن السائب، وهو الرجل موثق إلى آخر حياته، في آخر حياته اختلط، وأن الاختلاط الذي حصل له كان في فترة اتسعت لأنه روى عنه ناس فيه وفيما يعني في الوقت اللي حصل إلى أن مات، فلذلك أمكن بواسطة القرائن واعترافات الرواة أو ما سجل عنهم. وده كله يا إخوان في الكتاب ده أو في المبحث ده نقطة تخص التراث. إن الأقوال الموجودة في هذا، أذن الآن بركة يا جامع.
إلى أن يؤذن يا مولانا. نعم. إلى أن يؤذن. قال: فمنهم عطاء بن السائب أبو السائب الثقفي الكوفي، اختلط في آخر عمره فاحتجوا برواية الأكابر عنه كالثوري وشعبة، بل قال يحيى بن معين: جميع من روى عن عطاء سمع منه في الاختلاط غيرهما. خلي بالك بقى من العبارة دي، العبارة دي هي بنقولها ونتعلم عليها، إن يحيى بن معين إمام، ولما تيجي تقرأ ترجمته تحس إن ما فيش شيء من العلم غاب عنه. فلما يقول إن كل اللي رووا عن عطاء في الاختلاط ما عدا اتنين، ما حدش يكح معاه، يقول لك لا احنا هنا هنكح مرة واتنين وعشرة لغاية الحافظ ابن حجر. ليه؟ قال لأن هم كلهم يحكمون بمبلغ علمه. فالعبارة اللي موجودة معانا الأولى إن هو احتج برواية الأكابر، يعني اللي هم من مش أكابر يعني منزلة فقط، لا أكابر سنا، من كان كبير بحكم كبر سنه يكون سماعه قديم، وبالتالي قالوا ان الفيصل في اللي روى عنه قبل الاختلاط من كان من كبار شيوخه المتقدمين. طب مثلوا لنا، قال والله نمثل لكم بالثوري وشعبه. جاء يحيى بن معين قال لا ده ما فيش الا هم دول بس. قال لك لا احنا كده هنخالفه. طب تخالف امام يعني من اهل الاحاطه وكده؟ قال احنا سنخالفه بالدليل. ومتى كان بالدليل؟ وهو الرجل لا يزعم، ولا أي عالم يزعم أنه أحاط بالعلم كله، وهذه حكمة الله سبحانه وتعالى، ولكن هو يقول بمبلغ علمه. لكن شوف بقى القراءة اللي هو يحيى، لكن زاد يحيى بن سعيد القطان والنسائي. أهو رخر إمام، إحنا هنجيب لك ثلاث أئمة، عايز إيه تاني؟ والنسائي وأبو داود والطحاوي حماد بن زيد. هنا عندنا ملحوظة، لما تشوف انت الكتاب اللي هو معايا ده اللي هو محققه الشيخ مازن، تلاقي ان هم مرجعين النص ده على التقييد والإيضاح. ده مش مناسب في طريقة التحقيق العلمية. المناسب ان هو قال يحيى بن سعيد، تشوف مصدر قديم عشان يجيب لك يحيى، تجيب مصدر قديم عشان يجيب النسائي، تجيب مصدر قديم عشان يجيب الطحاوي، وكتب الطحاوي موجودة. لا تلجأ لمصدر وسيط إلا إذا افتقدت المصدر الأصلي. وطبعا أنا بقول الكلام ده لأن بعض إخواننا اللي كانوا بيحضروا هنا معانا هم مشتغلين في مكاتب تحقيق، وهذه المسألة يعني نحن لسنا مع أصحاب المكاتب ولا أيضا مع شيء، إنما التحقيق العلمي أنك أنت لما تبحث التراجم دي عن طريق الحاسب الآن تجد أن كل الأمثلة دي والأقوال ممكن أنها تيجي من المصادر الأصلية. فكونك أنت تستروح وتروح محول على التقييد والإيضاح، هي دي شغلة الايه، الفرق بين طالب العلم الذي يخدم العلم للعلم، وبين طالب العلم الذي ايه يعني يمشي الحال بلغتنا. انت ماذا فعلت معي لما تحولنا على التقييد والإيضاح؟ تم التقييد والإيضاح في ايدي، انا رجعت ايضا لمحقق التقييد والإيضاح لقيته بيعمل كده، وهي رسالة علمية طبعا خارجة عن المكاتب، حتى لا تظن ان انا بهاجم يعني مسألة المكاتب. لكن الانسان مدام قبل ان يعمل شيء يتقنه ما امكن. فكون انا الاحالات هنا كلها على التقييد والايضاح، هذا مأخذ على كل الاحالات اللي موجودة في هذا المبحث، بل في ما يعني احالة سنتوقف عندها أكثر. كذلك
على أساس إن إحنا معانا أخوان مسجلين في تحقيق، فيجيب لنا الترجمة من أعلام الزيركلي. يا عم الزيركلي منه وماله؟ يقول لك هو الناس قالوا كده إنك أنت هتجيب حاجة قديمة وبعدين معاصرة. لا، أنت تجيب المعاصر أو المتأخر عندما يغلب حمارك في المتقدم. لا، أنت كده ستحمل البحث كمية كبيرة أنت في غنى عنها أصلا، لم تأتي بنتيجة. تفضل يا مولانا. قال: لكن زاد يحيى بن سعيد القطان والنسائي وأبو داود والطحاوي حماد بن زيد. كل دول نقدر نرجع لهم ونشوفهم زادوه إزاي. فكنا نقول انظروا التقييد والإيضاح، يعني حولنا متأخر على متأخر. تفضل يا مولانا. ونقل ابن المواقي الاتفاق على أنه سمع منه قديما، اللي هو حماد بن زيد. ابن المواق ده هو رجل مغربي وله كتاب اللي هو بغية النقاد، والكتاب ده اللي هو ذكر فيه هذه المعلومة هو لا يوجد منه حتى الآن نسخة كاملة، ولكن اللي موجود نسختين للجزء الأول فقط، وحقق هذا الجزء الأول، وأنا بحثت في فهرسه ما لقيتش الكلام ده. ولكن ابن المواق ده مش مترجم له هنا في التحقيق، وده قصور. ليه؟ لأن احنا كلنا كده اللي قاعدين نحتاج إلى التعريف به، حتى إن اللي محقق التقييد والإيضاح نفسه كرسالة علمية يقول لم أقف على وفاته، مع أنه الرجل مات أكيد. حتى الكتاب ده لما اتطبع اسم الراجل اللي مطبوع عليه مش موجود، لكن العراقي باعتباره شاف الكتاب كان هنا في مصر، لكن الآن العالم لا يمتلك منه إلا ده، والجزء ده في الإسكوريال في أسبانيا، لأنه ساعة ما كانت الأندلس هناك وضاعت مع اللي ضاع هم احتفظوا بالتراث، ويمكن لو سابوه لنا كنا ضيعنا منه أكثر.